تقول صاحبة القصة، قصتي بدت من وأنا عمري 6 سنوات. أهلي اضطروا أنهم يسووا لي عملية اللوز بسبب أن لوزي بدت تلتهب، التهبت بشكل سيء وكان لازم أسوي العملية. وقتها الدكتور نبه أهلي أنه ممكن العملية تأثر علي بحكم أني بنت صغيرة، وممكن يصير احتمالين. الاحتمال الأول أنه ممكن جسمي ينحف بشكل مبالغ فيه، والاحتمال الثاني أنه ممكن أسمن بشكل مبالغ فيه، يعني يا أنحف يا أسمن وكلها بشكل مبالغ فيها. وقتها أهلي وافقوا على العملية وقالوا خلاص ما هي مشكلة هذه. بعد العملية متنت متن مو طبيعي، يعني بالعربي ما كان وزني يناسب عمري. فبدأت أختي الكبيرة تسوي لي نظام حمية قاسي، كانت تمنعني من الحلويات ودائما تحدد مواعيد أكلي وما تخليني أكل براحتي. واللي يقهرني أكثر إنها كانت تقومني من الأكل قدام الناس، سواء أهلي أو ضيوف ما نعرفهم، كل هذا وأنا عمري لسه 7 سنوات بس. وكانت تجبرني أني أمشي على السير، ودايما دايما تحاسبني على أي شيء أكله حتى لو كانت قطعة شوكولات صغيرة. فإيش كنت أسوي؟ كنت أخبي الأكل وأكل من وراها. كانت دايما إيش تسوي؟ تحط أخواني وأخواتي وزوجة أخويا وبنتها مراقبين علي، وإنه إذا شافوني أكل يجون ويعلمونها وأنا اللي أتحاسب. إيش الأسوأ في الموضوع هذا كله؟ إن زوجة أخويا بدت تستغل الموضوع وتستغله لصالحها، يعني مثلا إذا شافتني أكل تقوم تصورني وتهددني بالفيديو وتقول ترى راح أوري أخواتك الفيديو انتبهي، لأني كنت مرة أخاف منهم، خصوصا أختي اللي كانت مسويت لي الرجيم، لأنها مرات كانت تضربني إذا أكلت شيء أو إذا خربت الرجيم. فكانت زوجة أخويا تهددني بالصور، تحسبون تهددني لمصلحتي؟ لا، كانت تقول يلا نظفي غرفتي، يلا اسمعي كلامي، ومرات تخليني أحل واجب بنتها اللي أصغر مني بسنة. طبعا بنتها على طول لقطت العادة من أمها وصارت حتى هي تصورني وتهددني، يعني بالعربي صرت لعبة للأم والبنت. وما كان عندي أي أحد أقول له لأني أصلا أخاف منهم، حتى أمي وأختي اللي أكبر مني بسنتين اللي المفروض تكون صحبتي مستحيل أقول لهم، لأنه على طول بيروحون يعلمون أختي اللي مسويت لي الرجيم. طبعا زوجة أخويا وبنتها يسوون هذا الشيء هم مطمنين أني ما راح أقول لأي أحد. ومع الأسف فوق هذا كله ما نحفت ووزني بدأ يزيد. كنت دايما أتعرض لكثير من التعليقات والنظرات من حريم وبنات جماعتنا، وبسبب هذا الشيء صرت تقريبا فاقدة الثقة بنفسي. طبعا أهلي ما كانوا يعترضون أبدا على طريقة أختي في الرجيم، وفي كل مرة أشكي لأحد فيهم يقولوا لي هي تعرف مصلحتك، اسمعي كلامها. حتى إذا شافوها تضربني على شيء أكلته ما كانوا يتدخلون ولا حتى يمنعونها، لأنهم كانوا شايفين إن أختي اللي قاعدة تسويه صح وهي تعرف إيش قاعدة تسوي. طبعا أختي وقتها كانت أولى ثانوي. مرت الأيام وصار عمري 11 سنة، كان دوب وأول ليلة عيد، وبحكم إن أبويا هو كبير الجماعة فمن الاحترام إن الكل يجي ويزورنا في أول يوم. وقتها أنا كنت لابسة فستان وكنت مرة فرحانة فيه لأن الحريم كانوا يمدحوني. وقتها أختي الثانية مو اللي ماسكة الرجيم اللي تحتها نادتني وأنا ألعب بين الأطفال وقالت لي الحقيني لغرفة أمي. دخلت الغرفة وألاقي أمي موجودة، أمي جالسة فوق سريرها، وأختي دخلتني ودخلت ورايا وقفلت الباب بالمفتاح، وفجأة قالت لي فسخ الفستان. أنا استغربت وجلست أضحك لأني أحسبها تمزح، بس لما رجعت وقالت فسخ الفستان وهي معصبة أنا قمت وفسخت الفستان، خفت. إلا فجأة تمسكني من يدي وتوقفني قدام المراية اللي تكشف كل جسمي، وبدأت تعلق تعليقات جارحة وتعور، تمسك يدي وترفعها فوق وتبدأ تقول وهي تناظر أمي شوفي شوفي كيف جسمها كله دهون، هذا تسمينه جسم بنت؟ حتى ما نقدر نقول جسم طفلة. ومكملة تجرح وأمي ساكتة طالعنا وهي ساكتة. أنا من القهر قمت أبكي، قمت أصيح بقوة، واستمرت تعلق وتتكلم. وبعد ما خلصت لفت علي وقالت البسي ملابسك واطلعي. رحت لبست فستاني وجيت أبغى أطلع، وقفتني وقالت روحي غيري الفستان لأنه مو لايق عليك. بعدها تسكر الموضوع، لا أنا ولا أمي ولا أختي. رجعنا فكان الموضوع. مرت سنتين ثانية، وقتها بنت أخويا كبرت وأحلوت، وخصوصا جسمها اللي كان نحيف ومرسوم، وكانوا دايما أخواتي يمدحون بنت أخويا هذه، هي نفسها بنت أخويا اللي كانت تهددني هي وأمها، هي نفسها. طبعا بنت أخويا كانت مرة اجتماعية وتعرف تتكلم بشكل جميل، فكانوا دائما أخواتي وأمي يتباهون فيها قدام الناس.
خصوصا انها كانت وحيدة امها وابوها، وكانوا مرة مدلعينها، يدلعونها بكل شيء، واي شيء تبغاه كان مجاب. على عكسي انا تماما، ما كنت ابدا اعرف اتكلم مع اي احد. من وانا صغيرة كنت اخاف من التجمعات الكبيرة، ومرات ابكي لين يرجعوني البيت، وفي اي عزومة تجي او جمعة اتعذر واقول ما ابغى اروح. ودائما ردات فعل اخواتي علي يقولوا لي يا المريضة أو يا المتخلفة. دائما أسمع هذا الكلام منهم في كل مرة أقول ما أبغى أروح أو ما أبغى أطلع معاكم، على طول يا المريضة يا المتخلفة. مرت كم سنة وصار عمري 13 سنة، وبدأت المقارنات بيني وبين بنت أخويا. مثلا شوفي جسمها، ليش جسمك مو زي جسمها؟ أو شوفي كيف هي اجتماعية وإنتي لا. كانوا دائما يقارنون بيننا، وكانوا اخواني دائما يعلقون على جسمي باسم المزح، يعني كانوا ما ينادوني الا يا البقرة يا الخنزيرة، وكانت تعليقاتهم مستمرة، وانا ايش كان ردي؟ باني اضحك او امزح معاهم. وهذه كانت حسنتي الوحيدة اللي موجودة فيني، اني كنت حقة مزاج وما ازعل حتى من اثقل المزح، ودائما كان صدري وسيع. فعشان كذا اخواني كانوا يمزحون معايا بدون ما يحطون بيننا اي حدود، وكنت انا اتقبل كل شيء وما ازعل عشان ما اخسر الحسنة الوحيدة اللي فيني. ما كان عندي كثير صحبات من الاقارب، لانهم كلهم كان همهم يصادقون بنت اخويا لانها كانت حلوة واجتماعية وعندها العاب مرة حلوة. هذا كان سبب من الاسباب اللي ما يخليني احب الجامعات، لان اصلا ما حد يتكلم معايا او ما حد يديني وجه، كانوا اهلي يجبروني اني اروح معاهم. لما وصل عمري 14 سنة هنا أهلي فقدوا الأمل فيني، ما عاد يجبروني أطلع معاهم، صاروا حتى ما يسألوني لأنهم يعرفون الإجابة. جاء موقف إلين الآن ماني قادرة أنساه. أنا وأخويا كنا راكبين السيارة مع بعض نضحك ونسالف. قلت له بسألك، أنتوا ليش دائما أسلوبكم دفش وبالمسبات؟ خل عندك شوية ذوق. وقتها أخويا سكت وبعدين قال، تدرين ليش نقول لك كذا؟ أنا 90% كنت عارفة الإجابة، بس سألته ليش؟ كان عندي أمل إن ممكن الإجابة تكون مختلفة. قال أخويا، لأننا نبغاك تحسين على دمك وتنتبهين على جسمك وشكلك. قلت له، أنت شايف إن طريقتكم صحيحة؟ وقتها هو سكت وأنا سكت ورجعنا البيت. وفي اليوم الثاني تصرفت ولا كأننا فتحنا الموضوع أصلا. كانت أختي الثانية دايما أتعلق علي، يا على جسمي يا على مشيتي، مرة على طريقة كلامي. وبسبب تعليقاتها أنا صارت ثقتي بنفسي في الحضيض، لدرجة إني إذا تكلمت مع واحدة من أخواتي أتأتأ ويكون كلامي مو مرتب وسريع. كان هذا الشيء يزعج أخواتي ويبدون يخاصموني. في هذه السنة صار عمري 16، ومريت بفترة اكتئاب قوية، صرت ما عاد أبغى أشوف أي أحد وما أبغى أكلم أحد، حتى الأشياء اللي كنت أحب أسويها صرت ما عاد أبغى أسويها. مثلا أنا أعشق أسوي حلويات، إلين ما صرت محترفة فنانة فيها. بس بعد مرحلة الاكتئاب صرت حتى ما أبغى أسمع كلمة حلا، كان خلاص الاكتئاب مدمرني. وقتها كنت أولى ثانوي وحسيت خلاص ما عاد أقدر أستحمل، أنا أبغى أفضفض لأي أحد. حاولت مع واحدة من بنات عمتي كانت قريبة مني، فضفضت لها وخلصت، وبعد ما خلصنا قلت لها تكفين انسي كل شيء، كل شيء قلت لك يا انسي. بس اللي اكتشفته انها صارت تناظرني بنظرات شفقة، وهذا اللي ازعجني ووقفني اني اشتكي لاي احد. مرات احس اني انا ناقصة قدام اخواني بسبب اني انا اخر العنقود، لكن لا تحسبوني انا كنت مدلعة واي شيء ابغاه يجي لعندي، لا بالعكس. الحقيقة اني كنت قطعة للمقارنة مع اخواني واخواتي، بحكم ان لهم مكانة اجتماعية كبيرة، ابويا تاجر معروف واخواني الاثنين ماشيين على خطاه، اما اخويا الثالث هو طبيب جراح، وعندي اخت بتتخرج السنة الجاية من الجامعة وهي طبيبة، وعندي اختين معروفين بمجالس الحريم بمدينتنا، معروفين باسلوبهم الحلو في الكلام، كان عندهم جمال، وكانوا دائما الخطابين يكونون عند الباب، وكانوا اجتماعيين بشكل كبير، لدرجة ان الحريم بالمدن الثانية اللي من معارفنا يعرفونهم ويحبونهم. اما امي كانت جدا واثقة من نفسها، وتقدري تعتبريها الام اللي مستحيل تفقد اعصابها. كانت امي دائما عندها كاريزما غريبة تجذب الناس لها. وعندي اخر اخت وهي متزوجة، بس حرفيا تقدروا تسموها الام المثالية، لانها كانت جدا واثقة من نفسها وتشتغل في التجارة الالكترونية، ودائما تكون متفاهمة مع اولادها سواء كبار او صغار.
بالمختصر عائلتنا جدا معروفة بمنطقتنا، وكل أهلي كانوا ناس اجتماعيين لدرجة كبيرة. فلما يشوفوني أهلي كيف أنا ما أحب أطلع وأخجل من جسمي، يجلسوني يخاصموني ويعلقون علي، يحسبوني أنا كذا بتغير، بس هم جالسين يدمروني حرفيا بسبب فارق السن الكبير اللي بيني وبين أخواني وأخواتي، يعني اللي قبلي الفرق 5 سنين. فدائما كنت بنظرهم أنا البنت الصغيرة اللي أبدا ما تفهم شيء، وأنا إذا حاولت أشاركهم بالحوار يسكتوني ويقولون لا تتدخلين بكلام الكبار. فكنت دائما لما أجلس معاهم أحس أني أنا ماني واحدة منهم، خصوصا لما يبدون يمزحون يضحكون مع بعض، أحس أني أنا منبوذة من كثر ما كنت قليلة الخروج وما أحب أطلع للتجمعات. كثير من أقاربنا ما يعرفون شكلي، بعضهم ما يعرفون اني انا موجودة اصلا، فعشان كذا تقدرون تقولون اني انا كنت منعدمة الوجود. حاولت من قبل اني ادخل على المجالس واكون علاقات، بس دائما كنت احس ان كلمة غريبة ما تفارقني وما اتحمل اني اطول، ودائما ينتهي الامر باني جالسة لوحدي. انا يسموني البنات الدبة المملوحة، يعني انا دبة ومملوحة. المهم انا احب اسولف واضحك واستهبل، البنات يحبوني اجلس معاهم لان ماني نفسية. الزبدة، هذا كل ايام الثانوي. الحين ابدأ قصتي. بنات خالاتي كأنهم اخواتي، ضحك وفلة وناسة وجمعات. بنت خالتي نهى هذه الوحيدة اللي مرة معاها، يعني كل شيء يصير معاها تجي وتقولي. جت خالتي اللي هي أم نهى، قالت ترى هند حق ولدنا عبد العزيز، وهند اللي هي أنا. أنا قلت مستحيل عبد العزيز ما غيره الطويل الجميل، ما استوعبت يعني قالوا البنات ويجي للدبة المملوحة، ما صدقت. المهم وقتها كان وزني 110، وأمي وأخواتي يقولون بنسوي لك ربط معدة، وأنا رافضة هذا الشيء رفض. كنت خايفة لأني أسمع أن في ناس يموتون وهم يسوونها، وقلت لو ما يبغاني كان ما أخذني ولا طالع في وجهي. المهم جاء وقت الشوف الشرعية وطلعت له. تخيلوا يا بنات، يوم دخلت عليه أنصدم صدمة، قاعد يشوفني من فوق لتحت، وجلس نص ساعة أو أقل وطلع. تخيلوا ما دق ولا شيء أسبوع كامل، حتى نهى أخته ما دقت، قبل كانت كل دقيقة تتصل علي. وبعدين جت خالتي قالت الله يوفق البنت ويستر عليها، وإن شاء الله يجيها اللي أحسن من ولدي. تخيلوا الصدمة. بس يا بنات أنا ما عرفت السبب القوي غير إني دبة، يعني أبغى شيء أقوى، ما علي أنا قلت خير إن شاء الله. يجتمعون البنات وما أروح لهم متفشلة، يقولون تركها عشانها دبة. ما علينا، جاء العيد قالت أمي لازم تروحين، يعني تستهبلين خلاص انسي. ورحت العيد سلمت على خوالي وخالاتي وقعدت مع البنات. احنا كل عيد نروح البيت جدتي، وقبل الحريم الكبار يجون عشان ننظفه، ورحنا فعلا نظفنا. ورحت اول واحدة بالغرفة، فرشت بطانيتي وانسدحت. تعرفون الدبة تتعب على طول، والبنات جو انسدحوا يحسبوني نمت، بس انا وقتها ما نمت، كنت مرهقة بس. والبنات ناموا، وسمعت لما بنت خالي ونهى تقول اخوك ما له داعي يا اخي يتركها كذا، احس حرام. قالت نهى امي الله يهديها مجبرت ان يشوفها، ايه مملوحة بس اخوي يبغى نحيفة، يلا الله يسامح. يا بنات ما تعرفون قد ايش بكيت ذاك اليوم. بعدها قررت اني اسوي ربط معدة خلاص، وقلت وقتها اموت احيا هذا بين يد ربي، وهذا بيكون يومي. والله يا بنات سويتها وما حد شاف ولا حد درى، عشان ما يقولون انها سوتها عشانها دبة وتركها. الحمد لله نجحت العملية وكل شيء كان تمام، وما صرت اشوف البنات كثير، واذا شفتهم البس شيء مرة واسع عشان ما يلاحظون، كنت ابغى اصدمهم في العطلة الكبيرة. صاروا يسموني النفسية ما تطلع. المهم يمكن من عيد الأضحى إلين بداية الإجازة الطويلة ما شفتهم إلا 6-7 مرات بس. وجت عزيمة كبيرة وعزمونا، ولبست ملابس مرة ضيقة عشان أصدمهم أكثر. يوم دخلت عليهم كلهم يصارخون كيف نحفتي كيف كذا، عاد أنا ما قلت إني رابطة، قلت نحفته بس. المهم كان وزني 110 صرت 65، طبعا أنا أتمرن عشان أشد جسمي. وبعدها صاروا يلمحوا لي إن عبد العزيز يبغى يرجع، بس ما عطيتهم وجه، والحمد لله بعدين تزوجت أخو لما. ادعوا لي بس بالذرية الصالحة.